بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما أنت وبيش ما استهيفر الغاتن وحان شغل هاي ودونية إلى نمض الصوميلات وشيقه إلى نحي مشرح مدحويني مدحوينها دلك الصومالية يا نشرحنا وشرحنا بدأ يدوي داخلي، لكن إلهي بقى المعرفة كبر يا هي إنت إن أو يفضل ذيو هذا لو يفضل ذي دورا وأنا لغون دورا إلهي لنقوك الصورة حي إنو دعاء إذا أقبلي دورا إلهي وما كبر يا إن ودعاء إذا أقبله دل كان ومدحوينه يقدقه سيادة ابتهين دل كالصومالي وحاكي تشرد بعثة بضن دينتي أو طبعاً بغلال فرقة نقطي قبيل كي أو دبلو أقول لابتي واهورة واللقس والتقاية هدا دبلو أقول لابتي أيضا أو هذي يتشير دينتي إيا قبيل كي وسياسة دلوقتي يكسده سياسة دي وحي نغطي من اللي قد نعيسته داد كان هبايا راتي أن لو دانين سيدا درتي وحان دوني إلى هاي هدو إيقرته وان آدي هذا يان غوري جوين هاي وحان بلغ هذا يان إلى هاي درتي إيران دادك دينتا إلى دالك ووشغايو إنان دين تمدينو إنان ضدك قبيل كسارو إنان كل صومالي أولان كدقنو ضد ولا لا إنما المؤمنون إخوة أي إلهي كل جن ضد مسلمين عن هاي إن المؤمنين نغلو أو إلهي أولا بنو لب كانوا لن وحنو جيستي وحوي دينتي أيا لقرب مري دينتي إسلامك أو نغن كأنه كتشرتي أو أنه كتصور نغم كتشرتي أي بناك التشويش ورا صفر مركز نوحا يمد خلاف خلاف كينا وكون لو كان الدباته يا عرى إلهي عرى إلهي ساعة وبحنه وأين إلهي كاشنا وإلهي برنا لا حول ولا قوة إلا بالله قد وحسين كرتاقف مشيت إلهي مويه إنا إله برق بضنه كل جي إله الله بنه كل جي تودي إلى هاي وحنا نفري أن فلنا سئتا وفلنا إنا كتاب كإله كل غنه أو كد غنه تير لحاتك حكم كي هي عدالة ذي إنا كد غنه عدالة ده ذات كسر أكتهيم بقى عدالة دي ولا كتير كل جي نوحلو بهاي هذان عدالة لهلين وحلو ما تشرع ضدك كل اللي يسخون الغنية ضد أن ما رك تنقف وحلنا يا ما تشرع قفك إلى يوحى كر الجيل يا إنه نجوه حقه أو نجوه أركعه أو نجر على النقطة إن أن الدين تيد عدالة ضد كي الدين تيد يدل كي يجرب حقوق بنا لبكرك لك الصار وحنوغنا هي إن أمدي الصومالية كل غفكي هلاوة ويرادو بيش عالمك وربيع العالم وحنا وطر يسيه رب العالمين كان قسكنا إلهي با وحنا سين كرا إلهي با فقر كان نقصار كرا إلهي با نبك نقصار كرا إلهي با نبض نوكين كرا نبض لعان وحوما حقاقان وحرجين إياه هذه إلى هي دوت إنه مشى إجيو ما حوينا هذا كان إجديه إلى أن دين تي هذا كان هو أديه يوم مدة إسلام مركز أمنية ذلك كان سوى أنا لسكو هالين أنا ما أعرف تي قف طريق استعجيو هو ذات كلاية يكون غرح سمعي منا هذا كده ماذا مريض هيك رجينيا وهم بلغ هذا يا ولا أكثر كبلان قاضية وما ظهرت إذا كبلان قاضية إن در إلهي وش غيره
ummada Soomaaliyeed dalkaana ku badbaadiyo. Hadalkaani waa hadalkeena, waa eclaan kaliya inaan sheego inaan musharaxahay, murashaxahay murashaxa madaxweynenimada Soomaaliya, madaxtinimada Soomaaliya. Cidda kaliya oo aan tala saaranayaana waa Ilaahay, waxaana ku rajaynayaa Ilaahay inuu aqbali doono aniguna amaradiisa iyo tilmaamihiisa iyo wixii uu noo qoray iyo kitaabkiisa Qur-aanka ahaa inaan ku shaqeeyaan bal la qaadaya. Ummaddana intaasaa u dana, dadka intaasaa u dana, dalka intaasaa u dana in diinta khilaafka laga saaro. Qabiilka qof wale waaya litacaarafuu baa Ilaahay yidhi, yaa litacaarafuu ayaa Ilaahay yidhi inaan u isticmaalo, inaanaan u isticmaalin in ama aan isku gumaysano ama aan siyaasad ka dhiganno ama aan wax ku dilloyta iskaashanno ama aan dadneedaana dhul kama degi kartaan oo annaga isfanayn. Waxaa ka fiican in aynu qabyaaladaas meel iska saarno. Si waa ka baxday waayo dhexe haddayn ugu soo laabatay sideeda ay nooga baxday oo fiicnayd inaynu noqono. Amnigooda iyo nabadgelyadooda la helo, mashaariicdooda iyo wixii khayraadkooda ah u yaalana in loo soo saaro oo ummaddu ay wax ka dhigato. Waxaan rajaynayaa haddii aan madaxweyne ka noqdo carrada tan, inaan loo baahan muddo gaaban gudaheed in loo soo shaqo tagi doono. Kuwa iyaga naga qaxay oo halkaa baadariyaashu ay ku tashkiiliyaan ama sakhraaniin iyo xashiis ku cabaan ama Yurub iyo Ameerika ku xiranna, inaan dib ula soo qorno dadkayaga, inaanu iyaga tashkiilsanno, inaanu ummaddeeda u ducayno, inaan maaragtay aanu noqono dal xor ah oo diinta Islaamka ku dhaqma. Diinta Islaamka aan ku dhaqmayno, dad baa waxay u yaqaaneen shabaab iyo Daacish iyo Alqaacida iyo inay Islaam yihiin, kuwaasoo Islaamka ka soo horjeeda. Waa la dagaalamaynaa, dagaal ayaan ku qaadaynaa, waan la dagaalami doonaa. Diinta Islaamku terroristi maaha, xag jir maaha, wax ma disho, xaq dara dadka kuma layso. Diinta Islaamku kaliya Islaam waxa loo yiri waa nabad. Salaam macnaheedu nabad wey. Inaanu nabaddaa ku dhaqno ummadda, Ilaahayna maaragta u barino kulligeenna ummadda Soomaaliyeeday, waxaan idinku wargelinayaa in loo baahan yahay inaan Ilaahay u laabano. War qof walbow Ilaahay bari, cid kale ha bariyo, cid kale oo wax ku siin kartaa ma jirto ilaa maa shaa Allah. Wax aan Ilaahay doonin ma helaysid mana arkaysid, Ilaahay kuu garan. Awood ma lihid, annagu awood ma lihin, ducafaa baa nahay. Ilaahay baana abuurtay, asagaan ka sugaynaa inuu awoodna siiyo, inuu magaalana siiyo, inuu aadaabna siiyo, inuu naga xarimo dhiigga dhexdeeda ah, inaanu isdilka iyo dhibaatada iyo qabiilka iyo inaanu ka gudubna ayaan u baahanahay. Waxaa fiican inaan raacno aayadda Qur-aanka, waqtasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafarraquu. War aan isku mid noqono oo itixaad samayno, gacmaha aan isqabsanno si aan wax kastoo naga hor yimaadaba aan u xalilano ama uga boodno. Wax yaga annagaa leh, dadka annaga dalka iyo dadkaba waa dadkaygii. Dhulka waxa loogu jiraa annagaa leh, khayraadkaygan la soo baxaynaa inta aan aamino Ilaahay, ina aan aamino Ilaahay aan isku tiirsano. Ilaahay darsi kulligeen aan wada shaqayno. Waxaan kaloo rabaa inaan maanta wax noogu daran waa abaar. Abaar baa dalka ka jirta, ummadii iyo xoolii way baabeen. Intay maqlaysay, intay fiirsanaysoy, gacmaha korutaaga. Ilaahay uu roob khayr qaba, Ilaahay uu roob khayr qaba, Ilaahay uu roob khayr qaba, naqso noogu keen. Ilaahay rabbi ummadda noo badbaadi, Ilaahu na badbaadi, annaga iyo xoolahayaga iyo beerahayaga, Ilaahu na badbaadi, Ilaahu na badbaadi. Qof kasta oo ifiirsanahaya ama imaqlahayow, gacmaha korutaago, Ilaahay bari. Haddaan inteenaasi isku darsano, Ilaahay waxaan ka rajaynayaa saacadaba maalmo gudahood in roob khayr raba Ilaahay noogu kaaro. Ilaahay saasaan ka baryahayaa. Intii wixii ka soo harana hadda waa iclaamin keliya, dib baan ka soo sheegi doonaa mar kale.